تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم جمعية نسائم الأندلس لهواة الطرب الأندلسي بطنجة ملتقاها السابع دورة الجهوية، بمشاركة فرق جهوية كبرى وبحضور ألمع العازفين والمنشدين، مع إحياء الذكرى 20 لرحيل عميد الموسيقى الأندلسية الحاج عبد الكريم الرايس وتكريم الأستاذ محمد بريول، وذلك ما بين 2 و 8 من شهر ماي. تقام السهرات بالقاعة الكبرى لفندق رويال توليب بطنجة.